هذا البرنامج برعاية جوال. مرحبا، طاقم حذرني انت اليوم في مدينة نابلس، هاي المدينة اللي كان اسمها شكيم على ايام الكنعانيين. خلينا مع بعض نشوف تفاعل اهل نابلس مع فكرة حذرني انت. نابلس يعني هي مدينة عريقة اصلا، حتى بناها الهندسة المعمارية اللي فيها بتحس فيها، يعني مثلا حتى الشوارع مفصولة مسافة كبيرة. الله، خلينا نشوف اول مشتركين من مدينة نابلس. مرحبا، كل عام بخير. عام بخير حبيبي، الله يرضى عليك. تعرفنا بحضرتك؟ أنا محمود قنديل. حياك الله. إحنا برنامج حذرني أنت، قناة الفلسطينية برعاية جوال. نعم. طيب، تعطينا وش رأيك، شو رأيك في الأجواء في مدينة نابلس يعني؟ والله رمضان كريم، ونابلس يعني معروفة في مدينة عريقة كلها طقوسها الخاصة في رمضان. حلو. يعني تامر صوان. تامر صوان من وين؟ من ماتين. من ماتين نابلس يعني؟ قلقيلي. قلقيلي، حياك الله. معرفات. تقرب لك؟ وأمي الوالدة، حياكم الله. طب كيف شايفين هالأجواء في مدينة نابلس؟ والله أجواء رمضان حلو، لسه الحمد لله ما في زحمة. راد هواس الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف الثقفي كان والي على أي قطر عربي؟ العراق. العراق، تخت العراق صح؟ الكوفة والبصرة. طيب، هل تستطيع تقول لي شو أول خطبة وهو على المنبر حكى؟ قال إني أرى رؤوس قد عينات وحان قطافها. مزبوط. قال يا أهل العراق، إني أرى يا أهل النفاق، والله إني لأرى رؤوسا قد عينات وحان قطافها وإني لصاحبها. هلا هو كان قصير القامة. صحيح. هي الفكرة إنه كان مسخرة. فالإنسان، فالقائد كاريزما، القائد كاريزما، ممكن هذا الطفل يكون قائد في يوم من الأيام. ملهاش علاقة. بالضبط. يعني القيادة كاريزما خاصة. احنا بحاجه لحجاج. يا سيدي، كل عام وانت بخير. كل عام. لا، احنا بدنا حدا يقطف رؤوس الناس، بالعكس بدنا حدا يؤدب الناس. فيها فلسفه كبيره هاي. كل عام وانت بخير يا سيدي، رمضان كريم. مثل واكمله. هات اللي ما يعرف الصقر شوي خلاص. طيب، تعطينا كمان فرصه هاي. لا، ما عندي فيش سؤال ولا حزورة حتى. مش لا. يلا، رمضان كريم يا جماعة، كل عام وانتم بخير. أنا أعطيك سؤال. شفت؟ أعطيك سؤال. شو أعطيك سؤال؟ حزورة. صعب والله. أعطينا. طب عرفنا باسمك أول شيء. حسام هواش. برضو من نابلس. من نابلس. أين أقع مسجد عفيفة؟ مسجد عفيفة؟ صحيح. في البلد القديم في نابلس؟ لا، غلط. جميل. لا، هو في نابلس. وين في نابلس؟ مش في البلد القديمة؟ طبعاً لا. لا، وين يقع؟ أين يقع يا سيدي؟ وراء مستشفى الاتحاد. وين هي؟ شو اسمها المنطقة؟ وراء مستشفى الوطن، عفواً. طب شو اسمها المنطقة يعني؟ إيه، اللهم صل على سيدنا محمد. هي شارع المستشفى. اسمها شارع عفيفة. شارع عفيفة؟ يا سيدي، بأنها أول سؤال عن نابلس، كل عام وأنت بخير. بخير وصحة وسلامة. تربح معنا جائزة $50 مقدمات لشركة جوال. كل عام وأنت بخير. رمضان كريم. الله يكرمك. نضال مسماح. نضال مسماح من وين؟ نابلس. أنا ماجدة سلامة. إيروم قنازة. من نابلس. سؤال أو حزيرة؟ مش عارف. تكوني عارف الإجابة. مش عارف شو الحزيرة. مش عبالي، فجأتني عشان مش محضر حالي. يا ستي، كل عام وانت بخير. رمضان كريم. بتعطينا حزرية أو سؤال، إذا أنا ما عرفتش إجابته بتربح جائزة مقدمة من جوال. يعني حزك حزرية عشان تعرف جوابها. إذا أنا ما عرفتش جوابه أنت بتربح. طيب، ثلث الثلاثة كم؟ ثلث الثلاثة. واحد. حزة ثانية. أعطينا، في عندك حزيرة؟ فيش حلو ولا سؤال؟ حزة حزرية ثانية. أعطينا حزيرة ثانية، يلا في معك كمان. حط لك حزيرية ثانية معناته. فيش، ما فيش، مش خاطر في بالك شيء؟ مش خاطر ببالي، مش خاطر. يلا سيدي، كل عام وانت بخير، رمضان كريم. صحة وسلامة. هلا فيك. ولا سؤال معلومات ثانية. حاليا مستكرة معي لأنها صايمة.
يا ستي كل عام بخير، رمضان كريم. يعني الناس مع قبل الافطار بشوي بتكون لسه مسطله، احنا مكملين لسه، بدنا اسئله وبدنا مشتركين اكثر. خليكم معنا. كيف الاجواء والله؟ الحمد لله رب العالمين، يعني اجواء اكثر من رائعه. الحمد لله الحمد خصوصا لله. يعني مدينه نابلس وكل فلسطين الحمد لله. وبنستغل الفرصه هذه بنوجه التهاني لجميع ابناء شعبنا في قطاع غزه وفي جميع المدن الفلسطينيه وفي الشتات. وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير، وحلو انك سبناك حبيبي. حبا وانت بألف خير. الله يسعدك. سلامات. هذا الصقر إلك؟ شو كيف حالك؟ الحمد لله تمام. هلا وسهلا بالشباب. كيف عندك سكر هيك يعني؟ والله هذا أليف يعني؟ حيوان مفترس طبعا، باكل لحوم طبعا. طيب بده تقريبا كل يوم لحمة بين 10 15 شيكل لحمة. هذا مكلف يعني. شاكيد. طب بيطلعش يصيد لحاله هو؟ ايه بيطلعش يصيد لحاله؟ ما بطلع يطلع يصيد لحاله، كيف تطلع؟ وين تطلع يصيد لحاله في نابلس يعني؟ طيب مربيه عندي في الدار يعني. وانا بوفر له الاكل وكل شيء يعني. طيب يعني عندك بتربي انت الحيوانات الاليفه هاي ولا بس هذا الحيوان عجبك ربيته؟ عندي بوم كمان في الدار. عندك كمان بوم؟ سيدي اشياء غريبه هنا بنسمع. فالناس تحب تتصور فيه، ما بنصورها احنا. طيب كل احترام يا سيدي، كل عام وانتم بخير. انت بخير. سلامات. هلا فيك. يعني بلشنا في الصقور انا الحمد لله، بس مش زي ريحه. المهم ما فيش بطيخه لحد الحين. خلينا مكملين. كيف شايف هالاجواء يا عم؟ الحمد لله رب العالمين، تفضل من الله. الحمد لله. تعرفنا باسمك؟ حكمة أبو العاصي، كرم بن حسين. منال. من؟ نابلس. أنا ناصر من عتيل طول كرم. منذر سنوبر. من؟ من يتمع. احنا برنامج حذرني أنت برعاية شركة جوال. هلا فيك، تسألني سؤال، إذا أنا ما عرفتش إجابته بتربح جائزة. مقدمة من جوال. سؤال يعني؟ بالضبط. طيب. أي سؤال مش مهم يعني، سؤال دين أو كل أي سؤال يعني. سؤال معلومات عامة. خلاص، من هو أعلم الناس بالحلال والحرام؟ أعلم الصحابة بالحلال والحرام. أعلم الصحابة بالحلال والحرام. يعني ممكن عمر بن الخطاب؟ برضه لا. ولا أبو بكر؟ لا، سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه. طيب ليش هو أعلم الصحابة؟ هو كان أعلم في الفقه وقريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أعلم الصحابة بالحلال والحرام. يعني مين اللي حدد انه اعلمهم؟ هو سيدنا الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. هم الصحابه يعني ولا سيدنا محمد اللي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي يعني، كل واحد منهم كان يشتهر في شيء. طبعا. يعني منه مثلا ابن زيد مثلا في الوحي ايش كان من يشتهر في الحديث ايش كان يشتهر، يعني ابو هريره اكثر رواه الحديث مظبوط. فكان كل صحابي يشتهر له شهره معينه. فكان سيدنا معاذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن. فكان اعلم حالات بالحلال والحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بساله بما تحكم يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد؟ قال في سنه نبيك. قال فان لم تجد؟ قال فاجتهد رايي ولا الو. انا بشوف رايي وما بكسر. حلو يا سيدي، كل عام وانت بخير. بخير. انت هيك بتربح جائزه مقدمه من شركه جوال عباره عن 50 دولار مقدمات من شركه جوال. وكل عام وانت بخير. انتم بألف خير. ينعاد عليك. انا اسالك سؤال. بالضبط. مخترع التلسكوب. مخترع التلسكوب؟ انا بعرف مخترع الاضاءة هاي التنجستون. لا التلسكوب. شو هو؟ مين هو؟ مخترع التلسكوب؟ لا والله ماني عارف مين هو. جاليلو. جاليلو؟ تذكرتها اخذناها صف الرابع او الخامس. يلا وين جاي؟ يا ستي كل عام وانت بخير. بخير. تربحي جائزة 50 دولار مقدمين من شركة جوال. كل عام وانتم بخير. انتم بألف خير وكل عام وانتم بخير ونهاركم سعيد. شكرا. الله يسعدك. سلامات. يعني قليل هاي اخذناها في صف الخامس او السادس شكلنا صح؟ بس تمام كملين كملين. انا اسالك سؤال. بالضبط. احنا عكسنا الموضوع. مش عارف تسألني يا بنات. حزورة. طيب كيفكم حزورة؟ شو اسمك؟ صباح. أنا صباح. في أي صف؟ ثالث. ثالث. صباح في عندك حزورة ولا سؤال؟ لا. لا طلع استوك مع حزيرة في عندك صح؟ فيش. لا ما فيش خلص. ولا سؤال ولا حزيرة. أو مع الصيام وقبل الإفطار. والله جاهزين. يلا كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. رمضان كريم. الله.
ما هي الصورة التي ورد فيها بسملة مرتين؟ البسملة مرتين؟ نعم. اللي هي صورة سورة البقرة؟ لا. مش سورة البقرة؟ لا. هي صورة مكية ولا مدنية؟ مدنية. لا أنا مش عارف الإجابة. يا سيدي، طيب شو الإجابة؟ الإجابة سورة النمل. سورة النمل؟ سورة النمل نعم. ذكرت فيها البسملة مرتين؟ نعم. أولها وفي آية وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي كل عام وانتم بخير. هيك تربح جائزة مقدمة من شركة جوال عبارة عن $50. شكرا لكم. وكل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير حبيبي. شكرا لكم. الله يسعدك. رمضان كريم. راسني سؤال يا جماعة الخير وأنا في المدرسة هذا. دائما العلامات في النازل. الحمد لله. أيام هاي صرنا في الشارع نسأل. زمان ما كنا ناخذ العلامة على الورقة ما حدش يدري عنها. اليوم على الهواء. كملين مكملين. سندس. سندس من نابلس. يس. اسمك؟ عباس خندعجة. من؟ نابلس. أنا سهل وسيمة من نابلس. إشي من جوا أحمر من برا أخضر. شو؟ مش بطيخة صح؟ لا مش بطيخة. صح. يلا كل عام وانتم بخير. أهم إشي وأخيرا سؤال البطيخة في نابلس وأخيرا. كملين. بس احنا برنامجنا اسمه حذرني انت برعاية شركة جوال. بتسألني سؤال اذا انا ما عرفتش الاجابة بتربح جائزة. اذا انا انت ما عرفتش الاجابة اي سؤال؟ سؤال معلومات عامة. مش سؤال يعني تسألني كداش عدد درجات دارنا مثلا. لا. يعني رياضة. رياضة. 2002 من حكم كأس العالم. مين فاز يعني؟ فاز البرازيل. صحيح. تمام؟ تمام. يا سيدي كل عام وانتم بخير. رمضان كريم. هلا فيك. انا احذرك سؤال. انت تحذريني او تساليني يعني. اسالك بس سؤال بس تكوني عارف الاجابه طبعا يعني. اي بتوقع في سؤال ببالي بس ايش هي السوره اللي بالقران ما فيش فيها حرف الميم؟ السوره اللي في القران ما فيش فيها حرف الميم يعني اكيد هي راح تكون من سور الكوثر مثلا. مثلا صح. هي صح. صح. لا. يا ستي تمام. طب يلا كمان فرصه كمان سؤال. كمان سؤال مش خاطر ببالي. حزورة. طيب مش عارفة. فيش سؤال. لا سكرت. سكرت. يلا مع الصيام. هو مع الصيام واخر النهار يعني الواحد. انا لازم اخرها شوي معناته هاي. حزورة مش ضابطة معي. مش ضابطة. انت كل عام وانتم بخير. رمضان كريم. معلين عليك يا رمضان رب. رمضان كريم. كل عام وانتم بخير. اسامة السايح من نابلس. ابو هيثم. حياك الله. الله يخليك يا رب. أبو بايثم احنا برنامج حذرني انت برعاية شركة جوال. ايوه تمام. انت بتسألني سؤال اذا انا ما عرفتش الاجابة تربح. ايوه تمام. فبدي منك سؤال حاليا. سؤال اسألك يعني كلا سؤال. اسألني سؤال بس. هو اللي بدك اياه اسألك اياها انا. اسألني سؤال. اسألني انت سؤال انا بجاوبك يا بجاوبك. ما هو احنا فكرتنا مختلفة. فكرتنا انك انت بتسأل وانا بتجاوب. والله ما مش خاطر في بالي ولا حزور ولا شيء. الله يفتح عليك. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. الصحة والسلامة. الله يرضى عليك حبيبي. كل عام وانت بخير. تيشير الاسمر. كاميرا ابو حمادي. شو بدي احزرك شو؟ اعطيني حزرية او سؤال. انا بعرف الشجاع. فيش سؤال. حزريات ما بعرفش عليها. ولا حتى اسئلة. سؤال معلومات عامة هيك مثلا. تفضل. انت اسألني. شو مش طالع معك. مجال ايش يعني؟ في اي مجال بدك اياه في الحياه. يعني بنقول رمضان بركه وخير ورحبه ونور الحمد لله. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. طيب اربع خمسات تساوي 30. اربع خمسات تساوي 30. اربع خمسات تساوي 30. الاربع خمسات بيساوي ايش ما بدك اعمل؟ كل الادوات الحسابيه معك وين بيطلعوا 30؟ بيطلعوا 30 يعني اجمعهم مع بعض اضربهم مع بعض انقصهم مع بعض. اعمل بدك اياه. اربع خمسات تساوي 30. تساوي 30. اربع خمسات تساوي 30. يعني احنا بنضرب بنجمع طلعش معنا. فيش مزايا الرياضيات انا مش نافع. اعطيني شو هسا. خمسه على خمسه. خمسة زائد خمسة يعني؟ خمسة على خمسة. تقسيم؟ واحد. واحد. هاي راح تنتين. تمام. وستة في خمسة. خمسة في خمسة. تمام. 25.
25 مضبوط، هاي 3 تمام، هاي الخمسة الرابعة 30، وبجمع الخمسة الرابعة ب 36، 5 في 5 تمام، احنا قلنا 5 في 5 25 تمام صح، هاي تنتين تمام، 5 على 5 واحد، هاي صاروا قديش؟ 25 نجينا 25، 5 فالت لحالها و5 على 5 قسمنا واحد تمام، هاي 30 30 و20 و20 احنا قلنا 5 زائد احنا 4 5 تساوي 30 و20 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 50 50 50 دولار مقدمات لشركة جوال. كل عام وانتم بخير. انت بخير حبيبي، رمضان كريم، نعاد عليك، شكرا، الله يرضى عليك، رمضان كريم. يعني هي بصراحة مسكر معي في الرياضيات، الحمد لله. موضوع الرياضيات انسى، مع الصيام مع الوضع ان شاء الله انا مكملين حلقتنا في نابلس ان شاء الله. من لك لسه مشتركين واسئله ذكيه، خلينا مكملين، خليكم معنا. سنه 1978 كاس العالم مين اخذه؟ سنه 1978 2082 قبل ايطاليا؟ لا مش ايطاليا، لا ايطاليا اخذت 82 82 ايطاليا اخذت. مين اخذها؟ اسبانيا؟ لا اسبانيا ما راح اخذها. البرازيل؟ لا. مين اخذها؟ طيب خلص، الارجنتين فازت على هولندا 3-1. هي هولندا اصلا لعبت كاس العالم؟ نعم قبل هالمره لعبت طبعا. وصلت 3 مرات نهائي يا زلمه. وفي مره فازت في النهائي؟ لا ما مرهاش فاز ولا مره. اخر مره فازت كثير كاس العالم. كل شيء كان مالك شوف. وين لعبت؟ وين كنت تلعب؟ كنت لعبت بال 78 مع حطين، في ال 81 مع عيبان، حلو، في ال 84 مع شباب نابلس. حلو يا سيدي، كل عام وانتم بخير. بخير يا رب. انت هيك بتربح معنا جائزه مقدمه من شركه جوال، عباره عن 50 دولار مقدمين من شركه جوال. شكرا لك، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بالف خير. انت بخير حبيبي. وبهيك مشاهدينا بنختم حلقتنا لليوم مع كاس العالم برضه اللي مرافقنا في كل حلقاتنا، وان شاء الله انكم بتحضروا كاس العالم على خير، وان شاء الله انه بيستمر وبيخلص رمضان على خير، وبنعاد عليكم كمان. استنونا في حلقه بكره في نفس الموعد، كل عام وانتم بالف خير. هاي بتيجي على الساعه. هذا البرنامج برعاية جوال.